هذه المدنيين التي تعرضت للقصف من الطيران الحربي. هيك بدك بشار؟ بجوز من الله بشار؟ هيك عم يصير فينا برامي صواريخ كل نهار. شعب اعزى شو عم نعمل لك نحنا؟ نحنا شو عم نعمل لك شعب اعزى؟ حريمات روس عم تطير ليش؟ مشان شو؟ لك والله لنحاسبك قدام الله، والله لنحاسبك قدام الله. حجي كلمة أخيرة للعالم اللي عم تفرج علينا ونحن عم ناكل هذا القصف والبراميل. شو بدي أقول حسبي الله؟ كلمة أخيرة للعالم متخازي لسه عم لسه طير بني آدمين أطفال. شو عم نعمل لك نحن؟ والله العظيم لنحاسبك، والله العظيم لنحاسبك. لسه في ولد ما مبين. والعالم تحت الأنقاض لسه يا جماعة يا عالم. الله أكبر عليك يا بشار، هاي إصلاحات بشار الأسد. الله أكبر. هاي إصلاحات بشار الأسد. العالم الأطفال بس. هاي إصلاحات بشار الأسد. فرج حسبي الله. هاي إصلاحات بشار الأسد. مدنيين تحت الأنقاض، لا نستطيع سحبهم بسبب الغارات الجوية التي تستهدف الحي. ليمت هيك، ليمت بتضل شعب متخازن، ليمت. ليمت بس. صلي على النبي، صلي على النبي شوي. طلع فهمي. يلا. يلا صباح حسبي الله ونعم الوكيل.